ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف التاسع. اليوم سوف نقوم بحلق المعجم والدلالة والفهم والتحليل بدرس القراءة النمور في اليوم العاشر، وهذه الأسئلة متواجدة في الكتاب صفحة رقم 75 و76 و77 أعزائي الطلاب. سأبدأ أولا بالمعجم والدلالة. السؤال الأول: أضف إلى معجمك اللغوي. أضف إلى معجمك اللغوي. النزق بمعنى الخفة والطيش في كل أمر، والعجلة في جهل وحمق. الغبطة أي حسن الحال، والنعمة والسرور. أنتقل الآن إلى السؤال الثاني: استخرج من المعجم معنى كل من المفردات الآتية. خصم أي الذي يخاصم ويجادل، المنازع المنافس. فضول حب الاستطلاع واشتغال الفرد وتدخله فيما لا يعنيه. الترويض التذليل والتطويع. فخ مصيدة ونهم بمعنى افتراض الشهوة أو الرغبة في الطعام. السؤال الثالث: ما جذر الكلمات الآتية؟ الترويض من روض، ويستحق من حقق، والإيمان من أمينة أعزائي الطلاب. أنتقل الآن إلى السؤال الرابع: وظف ما يأتي في جمل مفيدة. غبطة الوفي ينظر إلى ما عند صديقه بغبطة لا بحسد. نبرة آمرة لا تخاطب الناس بنبرة آمرة فيكرهوك. آن واحد يبكي المحزون ويضحك في آن واحد. أنتقل الآن إلى السؤال الخامس: فرق في المعنى بين التراكيب الآتية. ظل واجما أي سكت على غيظ، عجز عن التكلم من شدة الغيظ أو الخوف. متجحم الوجه أي كريه الوجه عابس. وأخيرا أعزائي الطلاب: مقطب الجبين أي جمع ما بين عينيه وعبس. أنتقل الآن أعزائي الطلاب إلى أسئلة الفهم والتحليل، وهي متواجدة في الكتاب صفحة رقم 76 و77 أعزائي الطلاب. السؤال الأول: بدأ المروض حديثه مع النمر قائلا: كيف حال ضيفنا العزيز؟ ألف: هل حل النمر داخل القفص ضيفا عزيزا؟ لا بل سجينا. ب: بما تفسر ابتداء المروض بعبارة الترحيب مع نمر أسير القفص السخرية منه وتحطيمه نفسيا لإضعافه وهز ثقته بنفسه؟ السؤال الثاني: اشرح دلالة كل من العبارات الآتية. ألف أعزائي الطلاب: إن معدة خصمكم هدفكم الأول، بمعنى نقطة ضعف الخصم الجوع والحاجة. ثانيا: سيصبح بعد أيام نميرا من ورق فقدان الهيبة والوقار. جيم الرأس المرفوع لا يشبع معدة جائعة أي ضعف الهمة وسيطرة الغريزة أعزائي الطلاب. أنتقل الآن إلى السؤال الثالث أعزائي الطلاب: العبارة التي جاءت على لسان النمر: إنه فعلا طلب تافه ولا يستحق أن أكون عنيدا وأجوع، أتدل على وعي النمر لما سيحدث أم على السذاجة أعزائي الطلاب؟ وضح رأيك. تدل على سذاجة النمر، فلو كان يدرك نهايته لما تنازل عن كبريائه بقبول طلب المروض.
السؤال الرابع، عندما امتثل النمر لأوامر المروض بالوقوف، قال المروض للنمر أحسنت، هل هذه العبارة عبارة مدح أم سخرية؟ وضح رأيك يا سخرية. فلا يمدح من تنازل عن كبريائه وتخلى عن كرامته. أعزائي الطلاب، أنتقل الآن إلى السؤال الخامس، تعرض النمر لإهانات كثيرة، ألف أذكرها. أولا أعزائي الطلاب، السجن، السخرية منه، ابتزاز النمر مقابل الطعام بامتثال الأوامر، والحط من قدره بطلبه منه أن يموء مواء القطاط وينهق نهيق الحمار والتصفيق وأن يأكل الحشائش. ب، أيها أشد وقعا على النمر في رأيك؟ علل إجابتك. أمره بالوقوف، كان أشدها إيذاء للنمر لأنه ما زال قريب العهد بالغابة يحتفظ بكبريائه ولم يعتد على التنازل بعد. السؤال السادس أعزائي الطلاب، علل ما يأتي. ألف، إقبال المروض على النمر في اليوم السابع، باسم الوجه وديعا ثقته بتحقيق مبتغاه في تنازل النمر واتباعه الأوامر. ب، من نفس السؤال، استطاعة النمر تذكر الغابات في اليوم الرابع وإخفاقه في تذكرها في اليوم السابع، حيث كان قريب العهد بالغابة وما زال يملك فطرته، ثم بدأ بالتنازل ولكنه لم يتغير، بينما في اليوم السابع ابتعد عن الغابة وأصبح يحب الأوامر والعبودية، فماء مواء القطاط ونهق نهيق الحمار فلم يعد له صلة بالغابة. جيم، اختفاء المروض وتلاميذه في اليوم العاشر، هنا تحقق الهدف. السؤال السابع أعزائي الطلاب، وازن بين موقف النمر في اليوم الأول واليوم التاسع. لازال النمر في اليوم الأول حرا رغم سجنه، فما زال يحتفظ بكبريائه وشموخه الذي اعتاده في الغابة، فيأمر مروضه بجلب الطعام ويرفض الأوامر ويرفض العبودية. أما في اليوم التاسع، استسلم النمر في اليوم التاسع لمروضه وصار عبدا يحب الأوامر وينفذها ويتلذذ بالعبودية. أنتقل الآن إلى السؤال الثامن، تتحدث القصة عن نمر واحد، غير أن عنوان القصة النمور في اليوم العاشر بالجمع، فهل ترى مصوغا لذلك؟ أعزائي الطلاب، إن الواحد يعبر عن الجماعة ما دام الجامع بينهما واحدا. السؤال التاسع، اختر بعض المواقف التي أعجبتك في القصة مع ذكر السبب، هنا تترك الإجابة للطالب. أعزائي الطلاب، السؤال العاشر، تشكل الأحداث الآتية حلقات من حياة النمر، رتبها ترتيبا منطقيا. أعزائي الطلاب، ألف، العبارات متواجدة في الكتاب من غير ترتيب، ولكنني سأقول العبارات بالترتيب. أولا أعزائي الطلاب، الانطلاق كالريح وراء الفرائس. أولا، ب، رفض الانصياع للأوامر. جيم، الإحساس بالجوع. دال، إطاعة الأوامر. ها، أكل الأعشاب. واو، فقدان الحرية. أعزائي الطلاب، الآن أنتقل إلى السؤال الحادي عشر، كيف تفسر قول المروض فصار النمر مواطنا والقفص مدينة، أي أن النمر رمزا للمواطن إذا كان في مجتمع مقهور حاله كحاله، يتحول من الحرية إلى العبودية لتحقيق غرائزه، وإن القفص صورة للمدينة في المجتمع المقهور.
السؤال الثاني عشر، إلى ما هدف الكاتب من هذه القصة؟ أولاً، الخصم يعرف مواطن ضعف خصمه، ضعف الإنسان في غرائزه، ما خسر من كان حراً وما ربح من كان عبداً. هكذا أعزائي الطلاب أكون قد انتهيت من حل أسئلة المعجم والدلالة والفهم والتحليل والمطلوب منكم القيام بحلها وإرسالها لي أعزائي الطلاب. أشكركم على حسن الاستماع وألقاكم في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.